رجعوا الحمو هكذا، يعني وجبت لنا يا خويا في هذه الجلسة وفي هذه القعدة حاجة هكذا، يعني تدخل شوية واحد البهجة واحد الفرحة واحد ال كم تقريت أصوات؟ نعم مش صوتي ها؟ بالك حمو؟ نعم كما تلاحظون. لا صوتك صعيب. صعيب سيدتي أوانسي سادتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. سليمة أسواكري المعروفة باللباس الوطني، هنا لنا مسابقة أو ما نعرفش راكم عارفين نهضر بالرياضة، ولكن نعم عندنا واحد الضيف. وشو بتفوزين كيشوني؟ أخي أنا مانيش متفوزين، أنا صحفي وجيت ندير معاك حوار. يا مالك؟ ولا ما قلت لك والو ولا هذا ما خليت الطفل وليد ما فيها والو، راه على المباشر. هذا اللي فاشل دخلك، هذا اللي يهون على الشيطان، خليه الطفل يروح يقرا، عنده قرايه وعنده صوالح وعنده حاجه اللي يعني ما تتخيلوهاش، ان غريان يهدر. مش غريان يهدر؟ لا. هاي عمر اعطيني تشوف العفسه. راح نشوفوا هذه العفسه اللي لبسها انا يا سي حمو. طب شوفوا غوريان غادي نهضر معاه. شوفوا مالك شو عندك؟ ماما ماما مالها؟ جبتك شبقى البلوش؟ ها شيكولا؟ هيا غني معايا ماما لبنها جاية جاية تاك صايم؟ وكاين 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 المرحوم حاجة مليحة اللي سديتك معايا. الله يسلمك. وكاين فني تحية للشرطي المخفي اللي كان يعني دائما يدخلنا البيوت. نعم في البيوت. وغاديك ان شاء الله عندي مشروع باش نخدموا ربما مع المخرج عمر ان شاء الله، وكون غادي ننص وكاع تكون لك على الباهية ان شاء الله، تكون اول يعني المشروع هذا على المرور ان شاء الله. إلى رغم أن هناك إشارة تلمنا على بعد 150 على وجود إشارة قف، ولكن راكم تشوفوا الناس راهي تحرق وما على بلاش، والحاجة هذا يقول لك ممنوع للجرار باش يدخل المدينة، هو دخل المدينة. الحاج السلام عليكم. سلام أوليد، هاو كي راك؟ الخياش راك على بالك باللي ممنوع للجرار يدخل المدينة وأنت كيف دخلت؟ هاو نجاو نسكن في المدينة، هاو روح برا برا، هاو على الشيطان. إذا الحاج راه يقول لك يسكن في المدينة والقانون ينص ممنوع للجرال يدخل المدينة، والسؤال المطروح المتفرج الكريم. شكرا. يعني يعطيك الصحة حمو. يعني دائما في تقليد الأصوات هذه أشياء جميلة، يعني تقدمها، يعني دائما تتبع البرامج اللي تقدم وربما حتى تخطف منهم أشياء باش تقولها. برامج وأيضا مسلسلات عفسات فين نجي من المدينة من عند الممثلين. نعم. ولا ما عند كيما مثلا شوفي تشوف هذا الخيط هذا، شوفي شوفي كذلك صفارة صفارة كذلك إلى غير ذلك من العفسات اللي يعني أنا تنافذ كانت فاني عرضونا خطرات في كانت على المباشر في القناة الوطنية. نعم. مع كلثوم اللي نوجهوا لها. نعم. نوجهوا لها الزميلة صديقتك أم كلثوم. نعم قبلي تحية وكلها كرم رمضان كريم الأطفال. نعم. وأنا قلت حديدوان ولات شو تموت على بالضحك، قلت لنا ودي هاش جابك ليا قلبها طايح بس نقول لكم يعني نشكركم نشكركم. نعم. ورانا هنا باش يعني تحققوا في اي حاجه، اللي عنده عرس اللي عنده يعني كيما يقولوا ختان اللي عنده حاجه رانا هنايا. نعم. واخت ايه فاني نقول لها نحن هنا نساعدوك
في العمل تاعك ولا تسحقنا في كيما نقولوا البروجي نتاعك باش دير كليب رانا هنايا ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يعطيك الصحه حمو الله يعطيك الصحه بزاف. يعني شيء جميل انه الانسان الفنان هذا يكون عنده خاصه يدخل في الفن ويكون عنده عده مواهب باش نعم. سمحي لي غير نترحموا على هواري رحمه الله نعم اللي كانت عندي فرصه وخدمت معاه في رمضان في مستغانم في 2004 نعم. اللي كان في قصر الوالي موسى غانم نعم. كان عندنا جلسه كيما هكا وكان هو ينشط ونترحموا عليه وهذه هي الدنيا. الدنيا وان شاء الله حنايا نكونوا نعم. خير خالف لخير سلف نعم نعم. احنا رفقت ربما وهران او الجزائر فقدت اسماء كبيره جدا رحلت السنه الماضيه الى غير هذه السنه يعني اسماء كبيره شيخنا البلاوي الهواري الله يرحمه يعني اسماء كبيره بزاف محمد جديد كذلك اللي رحل يعني هواري عوينات كذلك يعني اسماء بابا بيحمهم وسع عليهم بالحضري بالحضري يعني صار ما يموتوش اسماء هذو دائما حيين معنا يعني اعمال قدموا اعمالهم دائما حيين معنا يعني متواجدين معنا الداخل في قلوبنا ومن خلال اعمالهم يعني ابدا رحمه راح رحلوا جسد ولكن بقاو يعني نعم عبد الرحمن سبيكتر طاهر لاطرنتي نعم. دائما يكون لان الخدمه تاعهم كانت خدمه صادقه نابعه من اعماق الفؤاد النابض الذي لا يعلم اسراره سوى الله عز وجل. نعم عندما يكون الشيء اي كلام او اي عمل من القلب يصل الى القلب. بارك الله نعم فيك بركه شكرا جزيلا.